جئت إليكم بالفأل الحسن وبالبشرى، بعض الأخبار المنتظرة. أبشر عاد العيد، أبشر عاد العيد، وعادت الأناشيد. نرقص نتصافح ونغني ونفعل ما نريد. افتحوا الأبواب، وأنتم للعيد عيد، كل عام وقلوبكم تنبض فرحة، كل عام وأنتم بألف خير وصحة وهناء وعافية وطيب، كل عام وبيوتكم تملأها البركة والرزق يا رب. أقولها وأعيدها، كل عام وأنتم بألف خير وحب وفرحة وسلام. وجميع من يتابعني في القناة، أهلي أقاربي أحبابي ومن أخذتني الطريق وذهبت إليهم، أقول لهم كل عام وأنتم بألف خير، كل عام وأنتم بألف صحة. شكرا على البسمة، شكرا على الاستقبال. وأقول لجميع أقاربي وأحبابي، من لم تأخذني الطريق عندهم بعد، أنتم في القلب دائما وأبدا، فلتلتمسوا لي ألف عذر، وسيكون لنا موعد جميل عن قريب إن شاء الله. كل عام وأنتم بألف خير، بألف صحة، بألف عافية يا رب. ما العيد إلا لحظات، إلا بسمة، إلا حضن، إلا استقبال جميل، إلا ابتسامة جميلة، وليس موائد عامرة مثل ما ترونها في الصور. ليس الغرض من الفيديو أو من جميع فيديوهاتي أسلط الضوء ما على الموائد، ولكن أسلط الضوء على القلوب، لأن العيد فرحة للقلوب. التمسوا لبعضكم حسن الظن، التمسوا لبعضكم الأعذار، كونوا رحماء، كونوا طيبين. قلوبنا ليست صخور وليست عظام، وما هي إلا كتلة مشاعر. الإنسان كله كتلة مشاعر، مهما كان عمره، كبير صغير، مهما كان عمرنا، ولكننا جميعا كتلة مشاعر. فتقابلوا بالكلمة الطيبة، تقابلوا بحسن الظن، تقابلوا بالابتسامة، وتغافلوا عن أخطاء بعضكم، لتدوم المحبة، لتدوم الصلة، ليدوم الطيب. من قناة غسات فم بوزيتيف تقول لكم إيمان، كل عام وأنتم بخير، كل عام وأنتم الفرحة، كل عام وأنتم الحب. شكرا لأهلي، لزوجي، لأهلي زوجي، لصديقاتي، لعائلتي الكبيرة والصغيرة، لجميع من وقف بجانبي، على دعمكم، على سندكم، لحظات قوتي ولحظات ضعفي. لكم مني خير الدعاء، وجزاؤكم مع الله كبير. سأترككم مع لقطات من حلويات العيد، من لمسات الوالدة، أطال الله في عمرها ورزقها كل صحة وعافية، والبعض من لمسات غسات فم بوزيتيف. وأكيد بالطبع لم يساعدني الوقت لكي أشارك معكم جميع ما صنعت هذا العيد، ولكن بعد العيد سيكون لنا موعد جميل على القناة، وصفات رائعة وفيديوهات رائعة تلبي جميع الأذواق. أن أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. مع السلامة.